معالي الأخ الرئيس، تطرق الدكتور عبد الكريم الكندري إلى محور في استجواب الأخ الحميدي الله يشفيه ويطمننا عليه إن شاء الله، على موضوع الجنسية، وشرق وقرب. أنا قلت لكم اللجنة درست 183 حالة، ورسعت أقرأ لك إياها الحين، رجعت جناسي وأخذت إجراءات، ومن بينها هذه القضية أقرت الإجراء وانتهى الموضوع بحكومة سابقة. إحنا هني شنهو نعدل؟ خلاص انتهى وخذت قرارات فيها وانتهت الموضوع. أنا شنهو ذنبي كرئيس مجلس وزراء في هالحكومة؟ إن شاء الله الظلم ما نرضى لأحد، وبعيدين إن شاء الله عن الظلم والظلمة، لكن لا ننسى مرة أخرى ما قلته في مرافعتي الأولى. قول بالحكومة، انتقد ما شئت وقول ما شئت وعبر عما تشاء من رئيس مجلس الوزراء إلى خواتي وإخواني الوزراء، هذا من حقك، لكن لا نبخس الناس اللي وقفت ليل نهار بالشتاء وبالصيف بظروف صعبة، في وباء ما ندري شلون يلتقطونه ولا يصابون فيه، وصمدوا وواجهوا. هذيل اللي 150 ألف و10 آلاف متطوعين، هذيل اللي لازم إحنا نشد على يدهم ونقول لهم كفوا.